فعالية تأتي طبعا إضاءة شجرة عيد الميلاد، ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، بالوقت اللي صرنا قاب قوسين أو أدنى من إعلان النصر النهائي على الأرهاب في سوريا، بفضل تضحيات جيشنا العربي السوري وبفضل دماء شهدائنا التي سالت على تراب الوطن. إن شاء الله الأمن والأمان والسلام عائد إلى سوريا بكافة مناطقها وقراها وبلداتها، وإن شاء الله تضحيات جيشنا العربي السوري لن تذهب سدى. الأمن والأمان والسلام عنوان لبلدنا سوريا، وإن شاء الله ستعود بلدنا كما كانت. نقول الرحمة لشهدائنا، الشفاء العاجل لجرحانا، والسلام والأمان إن شاء الله لشعبنا اللي تحدى الظلم والإرهاب. هي الرسالة لليوم جسدوها، والنور اللي طلع بهداك الوقت اليوم هذا النور اللي اليوم عم بيطلع من كل أسرة شهيد يلي قدمت شهيد أكيد. فهن أضاءوا سوريا، أرواح شهدائنا أضاءت سوريا كلياتها. نحن اليوم شجرة الميلاد هي رابع سنة من نضيئة مع إدارة الأوتيل، طبعا له مغزى كتير كبير لما بيقولوا لنا إنه بدنا أطفال شهداء اليوم يعني يكونوا معنا يشاركونا، هذا له معنى كتير كبير، معناته إنه نحن أبناء شهدائنا هن أمانة بأعناقنا. العيد هذا اللي بتفرح فيه البشرية كلياتها، هالعيد اللي بجوز انحرمت منه سوريا للأسف خلال سنوات الجراح والألام والصراع على سوريا، لكن الحمد لله بالسنوات الأخيرة بدأنا نتعافى وبدأنا نفرح ونحس أنه فعلا هو يسوع المسيح بالأساس ولد في سوريا وما طلع منا أبدا، ما طلع من سوريا، هو موجود معنا اليوم. هالفرحة هاي اللي عم يشاركنا فيها إخوتنا وأبنائنا من أبناء الشهداء، وهي بادرة كتير كويسة من ثمنها ومنقدرها لدم عروس أنه تجمع أبناء الشهداء وتعبر عن فرحهم وتزرعلهم هالفرحة هاي. هذه الفرحة التي تتزامن أيضا وانتصارات سوريا العزيزة وعودة السلام إليها إن شاء الله، هذه أجواء احتفالية جميلة سرني وطاب لي أن أشاركها وأحضرها مع أشقائي السوريين. نوصل رسالة لهالأطفال أنه يتذكروا أباؤهم شو قدموا لنا، نحن لولا الشهداء اللي راحوا ما نعيشين. واجبنا نحن وأنه نقدم لهالأطفال شيء يسعدهم وشيء يبسطهم وشيء يخليهم يكملوا ولا حتى يرسموا مستقبل سوريا، لأنه المستقبل سوريا بإيدهم.